اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في كل مكان. انا اسمي فارس ابو فرحه، برحب فيكم في نيكست جن عربي. اليوم يوم مميز لانه بنحتفل بعيد الميلاد، ميلاد يسوع المسيح في بيت لحم. موجود مع اليوم القسيس عيسى كعبر، هو قسيس في كنيسة هيوستن العربية في ولاية تكساس في أمريكا، ولسه انتهينا من تسجيل بعض ترانيم الميلاد الرائعة المميزة مع الفريق الجيل التالي نيكس جن باند، واللي أنا متشوق كتير أنه نسمعها ونشوفها ونشاهدها. قسيس عيسى أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا حبيبي فارس. حبيت أني أسألك، شو بيعني لك الميلاد؟ الميلاد بالنسبة لي هو فرصة تانية لكل إنسان حاسس أنه الحياة صارت مملة، لكل إنسان حاسس أنه فقد الأمل. الميلاد بيقول لك يوجد أيضا رجاء. الله بيقول لإلي ولإلك في الميلاد أنا إله الفرصة الثانية، ما تفقد الأمل لأني أنا ما فقدت الأمل وبعدت لك فرصة ثانية. أمين. نحكي شوية عن البروجكت، الترانيم اللي سجلناها وصورناها، ترانيم رائعة مميزة، أنا متشوق كتير أنه نسمعها ونشيرها مع بعض ونتابعها ونتابع صفحة نيكست جن عربي، وعملنا لايك، عملنا سبسكرايب على اليوتيوب حتى تتمتع بأحدث الفيديوهات والترانيم والموسيقى، حتى تتشجع في مشوارك الروحي مع الله. لو سألتك عن أقرب ترنيمة، هو كل الترنيم رائعات ومميزين، لكن أقرب ترنيمة على قلبك أي واحدة فيهم؟ زي ما قلت، هم كل الترنيم مميزين وحلوين وإلا ما اخترناهم وما رنمناهم، بس في ترنيمة قريبة جدا لقلبي وعشان هيك أنا لحنتها، كتبها الأخ سمير الشوملي. الترنيمة بتقول: لما بتأمل نزولك علشاني من سماك، كان جلال المجد توبك ورميت توبك وراك، كنت في أكمل طبيعة، جوهرك كله سماوي وامتيازاتك رفيعة، كل ملء الله تساوي، بس انت سبت كل هالأمور هاي واجيت علشاني. عم تتكلم عن التجسد. في قصة الميلاد اللي جذبني فيها واللي لفت انتباهي وتأملنا فيه ببعض التأملات، انه كل شخصية في الميلاد كان إلها دور مهم. مرات كتير يمكن اليوم انت عم تسمعني ويمكن عم تسمعيني وحاسس انه حياتك روتينية، ما إلها أهمية، مش عم تعمل اشي له تأثير وفاعلية في الحياة. مرات كتير احنا هيك منحس انه حياتنا بدون قيمة، انا مين، ما عندي مواهب، ما عندي امور كتير. شو رسالة كل شخص؟ شو دور وأهمية كل انسان موجود اليوم على الأرض من خلال قصة الميلاد؟ الحقيقة الميلاد هو الحل، هو الجواب للسؤال فارس. يعني لما الله بجلالة قدره بيتنازل علشان واحد زيي، هذا مش بيعطيني أنا أهمية؟ فالميلاد بحد ذاته، التجسد بحد ذاته، هو أهميتي نابعة من هاي الفكرة إنه الله مهتم فيي لدرجة معطيني أهمية إنه ينزل بنفسه علشاني. هذا أول شيء. الشغل الثاني، الله لما نزل ما تكلم مع أشخاص مهمين بالنسبة للمجتمع، ما كانوا يمكن شايفين حالهم مهمين وما صدقوا إنه الله عم بيحكوا معهم، زي المطوبة العذراء مريم لما قالت له: من أين يكون لي هذا؟ يعني أنا مين أنا؟ عمرها 14 سنة كان يدوب. الملاك قال: لا تخافي، لا تخافي، لأنك وجدت نعمة في عين الرب. استخدم الأشخاص، يمكن بالإنجليزي واضح أكثر كلمة، insignificant people، غير مهمين. ناس غير مهمين في نظر العالم. كما استخدم أيضا أشخاص مهمين جدا، ملوك اللي هم المجوس، واستخدم رعاة أيضا، أشخاص اللي هي أدنى مستويات الناس في هذاك الوقت. كل إنسان عند الله مهم، إن كان ملك أو إن كان راعي. وهذه هي فعلاً رسالة الميلاد، إنه أنت لو عم بتشاهد هذا الفيديو وحاسس إنه يمكن في حياتك ما في شيء مهم عم تعمله، اليوم منحب نقول لك في عيد الميلاد إنه إلك دور، إلك أهمية. أمين. في مخطط الله. عيسى، قبل ما نختم هذا اللقاء الصغير، هو عبارة عن يعني عم نعطي بريفيو، مقدمة عن البرنامج الترنيم الرائع اللي راح نقدمه مع فريق الجيل التالي، بحب انه ترنم لنا ترنيم هيك تعطينا لمحة عن ترنيمة لما بتأمل نزولك. لما بتأمل نزولك علشاني من سماك، كان جلال المجد توبك ورميت توبك وأراك، كان جلال المجد توبك ورميت توبك وأراك، كل قلبي فيك
بنكح وبصير بخر صلاة، كل روحي فيه بتخشع في عبادي للإله، كل قلبي كل روحي في عبادي للإله. بالنهاية عيسى، بتحب تقدم رسالة لكل الشباب وكل الشابات اللي عم بيشوفونا على Next Gen Arabic؟ الحقيقة Next Gen أنا حاب أوصل رسالة بجملة واحدة لسي.إس. لويس عن الميلاد، بتقول ابن الله صار ابن الإنسان لكي يجعل من ابن الإنسان ابنا لله. كل عام وانتم بألف خير. أمين. ما تنسوا تتابعونا على صفحة الفيسبوك Next Gen Arabic، ما تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب حتى تشاهدوا أحدث الفيديوهات، أحدث الترانيم والموسيقى، ونتمتع بموارد روحية رح تساعدنا في مشوارنا الروحي مع الله. إلى اللقاء، ودائما تذكر أنه أنت الجيل التالي. ميري كريسماس، كل عام وأنتم بألف ألف خير.